الو، شلونك معلم وفاء؟ اهلين بكري، قل لي. ما بدي اطول عليك، بجوز تكون يعني مالك على الحشيشه، بس انا سمعت انه بدك تبيع بيتك اللي بحلب. قلت لحالي الاقربون اولى بالمعروف، وانت طيمرنا بمعروفك طمر. فانا رحت شفته للبيت الحقيقه، يعني هو عدمان مالك علي يمين يعني، والله والله البيت بده شغل كتير كتير، والله يحرق الكاذب بالنار إذا كنت عم بحلف يمين كذب. البيت يعني مثل ما بقولوا بده إعادة أعمار من أول وجديد. فقلت لحالي يعني أنا بدفع لك أكتر من السوق، ها شعن، إذا عطوك يعني سعر كويس أنا بعطيك فوقه مليون ورقة. فشوف أنت يا بكري، واسمع كويس، البيت مولى البيع يعني ما راي أبيعه، بدي ارجع اصلحه وابرك فيه انا وعيلتي. البيت مولى البيع، عم تسمعني كويس؟ ايه سمعتك سمعتك اب باسم. ايش بدي اقول لك؟ بدي منك خدمه صغيره. امرني. بدي منك تمسح رقمي اللي عندك، وما بقى بدي اياه يكون موجود عندك طاول. وبس ارجع حلب إذا شفتني بالصدفة ما بتسلم علي وتعمل حالك ما بتعرفني. إشو؟ فهمت؟ بكري أنا بدي أرجع حلب. إيش عم تسمع؟ أنا بدي أرجع حلب. فهمت؟